فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل عنده إبل وتبعد عن بلده أكثر من 200 كيلو، فهل له أن يقصر إذا ذهب إليها وأقام عندها أكثر من 4 أيام؟ أكثر من 4 أيام لا، قيمة 4 أيام فأقل لا بأس، أما إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام لا يجوز له القصر. نعم.